السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد في قناة إعادة تدوير الخياطة. النهاردة هنعمل البندانة دي، البندانة السوداء اللي من تحت دي هنعملها مع بعض. فيديو سهل جدا وبسيط جدا، وإن شاء الله يكون بداية مشروع ليكي وربنا يرزق الجميع إن شاء الله. نبتدي على بركة الله. ده بادي كارينا عندي بس بايظ، عليه بقع كلور مقطوع، هو قديم. المهم ان هو يكون قماشه لكرة، يعني انت لو هتعملي مشروع وراح تجيبي قماش يفضل ان يكون لكرة بالشكل ده، تمسكيه فيبقى معاكي كده ويكون قطن في نفس الوقت، تمام. وسعره مش غالي، يعني المتر واحد هيعملك اكتر من بندانة، يعني هيعملك عدد من البندانات ان شاء الله تكون كلها كويس. طيب انا بعمل كده اهو، الخياطة دي اهي على الخياطة دي بالشكل ده. ده الجزء اللي انا عايزاه، ده الجزء اللي انا عايزاه، تمام. طيب احنا عايزين كده 20 سنتي. الاول احنا بنعمل خط علشان نساوي الخياطة دي، او لو مش عايزين نساويها فخليها في الخلف، خليها في منطقة الظهر هنا، فتكون متنية فتوفر عليك الشغل. خلي دي زي ما هي. هناخد العرض بتاعنا 20 سنتي زائد 1 سنتي خياطة، يبقى 21، تمام. ده مقاس ايه؟ ده مقاس دماغنا كلنا على فكرة، لان المقاس ده مظبوط مع المطة دي، فهتيجي على اي مقاس في الدنيا، تمام. طيب الطول بتاعي 25. الطول بتاعي ده اللي هو ايه؟ ده الطول، ده الطول المنطقة دي، فانا عاملاه لغاية هنا 25. زودتيه شوية بقى 30 مش مشكلة، قصرتيه شوية بقى 20 مش مشكلة، فالفكرة كلها انت اللي بتحددي المنطقة دي، تمام. فانا هعملها 25، وفي 5 سنتي هتنيهم علشان يكون الجزء ده اهو، الجزء اللي فيه الخياطة المتن ده 5 سنتي، فانا هعملها كلها 30 بالشكل ده. الموضوع خلص، يعني المستطيل بتاعنا هيكون طوله 30 وعرضه 21 سنتي اهو. هنقص الكلام ده، انا كده هنا قصيت. هعمل ايه دلوقتي؟ اهو فردتها، عباره عن مستطيل ما فيهوش اي حاجه اهو، بس باخد الجزء ده كده وبتنيه علشان يكون هو الجزء اللي قدام. طيب انا مش محتاجه اتني مرتين فوق بعض، القماش ده لكره ما بينسلش، ما بيعن يعني ما بيعملليش اي مشاكل خالص، فهي تانية واحده بس كفايه، تمام. البندانه بتتباع حلو جدا، مفيش حد ما عندوش بندانه، مفيش واحده فينا ما بتدورش على بندانه تكون مريحه. وهتكون مشروع مربح ان شاء الله. نصيحه كمان في موضوع التسويق، روحي للمحلات اللي بتبيع طرح، اعرضي عليهم شغلك بسعر مناسب علشان تعرفي تسوقي واحده واحده، تمام. هناخد الخياطه اللي احنا اتفقنا عليها هنا، الشكل ده. انا هشيل الزياده دي بالاوفر، لو ما عندكيش اوفر مش مشكله خالص، انا حابه اشيلها، انت مش عايزه تشيليها مفيش اي مشكله اهو، للتشطيب مش اكتر، لو مفيش خلاص. والتانيه اللي احنا كانت موجوده من الاصل زي ما هي، البندانه اهي، هنشيل بس خيوط الزياده. البندانه اهي ما خدتش اي وقت خالص، وممكن تعمليها من طرحك المستعمله، الطرح اللي فيها نسبه لكره، لازم الركله تكون الناحيه دي، عفوا لازم تكون الناحيه دي، ما تكونش كلها اتجاه واحد. اهم حاجه عندي الركله تكون بالشكل ده علشان لما تيجي تلبسيها. ده كده شكل البندانه اهي، زي ما انتم شايفين مغطيه شعري كله اهو، وطريه مريحة جدا.
اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وشير للقناة عشان تكبر لأكبر عدد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.